الجدار المشترك مثل هناك مزارعان وبينهما جدار مشترك فانهدم أو آل إلى السقوط فإن الآخر يشاركه في إعماله، فإن امتنع فإن الحاكم يجبره، وإن كان قد امتنع ولديه مال فإن الحاكم يأخذ من ماله أو يقترض عليه. أما إن كان المزارعان ليس بينهما جدار وأراد أحدهما أن يضع جدارا فلا يلزم الآخر بوضع الجدار، إن شاء أن يضعه فله لكنه ليس بملزم.